النهارده النادي الاهلي باول خساره ليه في الموسم ومع كارتيرون، لكن النهارده الخساره يعني ليها تفاصيل صغيره عشان توصل للخساره. يعني انا شايف لو كانت التفاصيل دي موجوده كانت المباراه تبقى اسهل بكتير للنادي الاهلي، وكانت هتبقى من اسهل المباريات اللي قابلها النادي الاهلي في الموسم الحالي. هي بدايه من بدايه من حراسه المرمى الشريف اكرامي. احنا اتكلمنا عن الشريف اكرامي وهو ممكن يعني عشان بيجهز علي لطفي، لكن انا قدام حاله واقعيه قدامي. انا النهارده عايز اطلع مباراة الاتحاد السكندري بالثلاثة بونت، ثلاثة بونت تستدعي ان هو الشريف اكرامي يكون موجود من الاول، خاصة ان الشريف اكرامي هو اللي موجود خلال الفترة اللي فاتت، وهو اللي رجليه في الملعب وهو رقم اثنين. فالنهارده انا عندي رقم واحد ممكن عايز اريحه، مش هدور على رقم ثلاثة ورقم أربعة، لازم ادور على رقم اثنين. فهذه أول نقطة. هي ممكن في أهداف ما يسألش عنها علي لطفي. حتى في الحسبان، لو في الحسبان الحتة بتاعت وقف شريف اكرامي أنا ببص لحاجة قدام ممكن يعني في خلال 3-4 اسابيع، لكن انا دلوقتي عندي حاله عايز اتعامل معاها، وده كنا اللي بنتكلم عليه في كارتيرون، ان هو بيتعامل كل مباراه بالتشكيله بتاعتها وبالتدوير بتاعها وكان بينجح فيها. النهارده مش هقدر ابص للثلاث اسابيع قدام، انا عايز ابص للحاله بتاعتي النهارده، ان انا عايز اخد الثلاثه بونت من الاتحاد السكندري. وكان في الممكن انك ممكن تاخد، ان انا مش شايف فرقه الاتحاد الفرقه اللي تخوف، كلهم بيلعبوا ورا بيلعبوا على هجمات مرتده. يعني النهارده الاهداف كلها اخطاء من النادي الاهلي في التمركز، في الرقابه، في التغطيه. سواء صبري الرحيل لو كان ضامن في الهدف الثاني كان هيطلعها بسهوله، لكن هو كان متاخر فيها، سواء في التغطيه سواء في ضرب الجزاء بتاعت احمد حمودي فيها تهور شويه. ما ينفعش في منطقه زي دي ان انا احصل شد او عرقله، لازم اكون هادي، دي ممكن تبقى بره ال 18. لكن النهارده كان مشاركه شريف اكرامي يعني مشاركه ضروريه. حتى النهارده بقول لك لو في اهداف ما يسالش عنها على لطفي، لكن خبره شريف خلال الفتره فاتت وانا ببدا اثبت رقم اثنين كانت لازم يكون موجود. الحاجه الثانيه محمد شريف. النهارده محمد شريف موجود خلال الفتره اللي فاتت سواء في الدوري في الاسماعيلي او في النجم اللبناني، برده عندي في الحته اللي قدام تحت المهاجم بدات اجهز واحد ممكن وصل ل 60% من مستواه او 70% من مستواه، ومش جاهز بدنيا 100%، لكن هو النهارده الارهاق بالنسبه لاسلام محارب، بالنسبه لوليد سليمان، الناس دي. النهارده محمد شريف النهارده بينزل الشوط الثاني وبيأدي اداء رائع. طب ليه ما ابتديش محمد شريف من الاول ويكون عندي ورقه مع مروان محسن؟ جاب جون حلو قوي محمد شريف، جون يعني حلو قوي بصراحه، هدفه كل ما بينزل كابتن المكان حلو قوي، كل ما بينزل لا وهو كمان بيبول. وهو كمان مؤثر يا كابتن سيد، سواء بيلعب في بطوله عربيه في دوري، يعني حتى النهارده بينزل في ظروف صعبه. يعني لعيب الكوره لما تنزله في ظروف صعبه وانت خسران بتبان شخصيته. يعني النهارده برضو يعني انا بلوم على مؤمن زكريا علامه استفهام كبيره. النهارده مؤمن زكريا بنسنده وبندعمه وبنحاول نرجع مؤمن زكريا، لازم هو يرجع نفسه. النهارده في ظل الظروف دي لازم اللعيب الكبير والخبرات الكبيره تظهر في المواقف الصعبه دي النهارده. فالنهارده برضو لازم يبقى فيه يعني حتى مؤمن لازم هو يراجع حساباته مع نفسه علشان النادي الاهلي محتاجه. النهارده بنشوف وليد سليمان في ظل ان هو بيلعب كل المباريات، بيلعب 90 دقيقه وبيلعب مصاب وعليه ضغوطات كبيره، لكن النهارده بيحرز وتحس بالمسؤوليه والشخصيه، موت نفسه، تحس ان هو موت نفسه طبعا، يعني مش مقصر. حتى النادي الاهلي بيخسر النهارده كله بيشيد بمؤمن بوليد سليمان. الحاجه اللي كانت بتميز النادي الاهلي خلال المباريات اللي فاتت سواء في افريقيا او في الدوري او في البطوله العربيه هي الاجناب. الاجناب النهارده ما اشتغلتش الشغل برضو اللي احنا كنا يعني متوقعينه منه. وطبعا صبري الرحيل يعني معذور بقاله فتره بعيد، والنهارده برضو يعني كارتيرون يعني لازم يحطه، ما فيش حد مساك، ممكن تلعب بايمن اشرف ناحيه الشمال، لكن انت لازم تروح لصبري الرحيل. الحته الثانيه برضو كنا بنتكلم فيها ناصر ماهر، يعني عقاب ناصر ماهر طول النهارده انا بقومه، لكن انا برضو محتاجه خلال الفتره الجايه. يعني ممكن عاقبته مباراه طلعته عشان كده انا قلت يا كابتن اسامه في البدايه في بدايه الاستوديو قلت يعني قرصه الودن مش ضروري اقلع ودنك بقى كلها، يعني قرصه الودن ممكن ما تطولش، لكن خلاص انا وصلت له الرساله والفريق محتاجه واحنا كنا محتاجينه النهارده في ظل برضه يا كابتن سيد بقول لك الاجهاد. النهارده اسلام محارب ووليد سليمان، مروان محسن كان بعيد بقاله فتره، فكان ناصر ماهر رجليه في الملعب، فهو من الاولى ان هو يكون على الاقل معاك على الدكه برضه. ممكن يبقى النهارده ورقه تغيير تقدر تغير بيها في اي وقت النهارده. النهارده طبعا يعني اللي كان بيميز النادي الاهلي برضه خلال الفتره اللي فاتت انك انت الدفاع عندك متماسك، ودي كانت بتميز. وكان كارتيرون بيقول يعني اللي بيميزنا دايما ان احنا دايما خطوطنا متقاربه في خط الدفاع، يعني ما بنتلقاش اهداف
في مرمى النادي الاهلي. حصلت مره بس في مباراه اوغندا كامبالا سيتي وهو لام فيها الناس وقال هنصحح فيها خلال الفتره الجايه. النهارده الدفاع برضو التمركز كان في وضع خاطئ في بعض الاحيان يعني النهارده، بس دي النهارده فخر المباراه كان في كل الخطوط مفتوحه فكان كله بيهاجم عشان تبدا تدور على التعادل. لكن في بدايه المباراه ما ينفعش النهارده الهدفين اللي دخلوا من ناحيه اليمين، كنا بنشيد طبعا باحمد فتحي وبالتغطيه ناحيه اليمين كان لازم يبقى في تغطيه افضل من كده. الناحيه الثانيه برضو محمد هاني اول ما نزل. فالنهارده احنا بص يعني في اجهاد طبعا، وفي احنا عايزين اللعيبه خلال الفتره اللي فاتت من سفر واجهاد، وطبعا عندك اصابات. انت النهارده لما يبقى عندك لعيب بيغيب ولا عنصرين الدنيا عندك بترتبك. انا عايز اشوف الجون الرابع ده تاني كده معلش، يعني عايز اشوفه يعني من عايز اشوفه كده بعد اذنك. يعني هجمه مرتده تسلل ديول. لا اقف كده لا 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 شوف صوت ما فيهاش لا 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 ارجع كده بس وهي بتطلع كده كل بالي داخل ال 18 كمل لا ما فيهاش اتفضل. فالنهارده طبعا في اخطاء كتيره زي ما احنا كنا بنشيد بكارتيرون خلال الفتره اللي فاتت. طبعا النهارده في اخطاء من كارتيرون في بدايه التشكيل حتى زي ما الكابتن اسامه قال التغيرات، لكن الحمد لله برضو يا كابتن سيد ان النهارده انت يعني بيجي لك اخطاء وانت هتبدا ان شاء الله تدرسها خلال الفتره الجايه وتقدر تعالجها، عكس ما تجي لك في مباراه مثلا زي قبل نهائي افريقيا يعني تبقى مشكله. لكن النهارده دي مباراه في مشوار دوري، خساره ممكن تديك دفعه بعد كده تخلق يعني. تخلق دوافع جديده، خاصه ان شاء الله انت لسه انت لاعب النهارده دي المباراه السادسه. لو عندك ماتشين كمان ان شاء الله، لو لعبت 8 مباريات للمتصدر الزمالك وبيراميدز يعني. هتبقى انت متصدر الدوري برضه، فان شاء الله النهارده تبقى يعني خطوه لبدايه جديده ان شاء الله. طيب كابتن ماهر يعني علمتنا الحياه